السلام عليكم، صباح الخير. اهلا، كيفكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ نهاركم مبروك. اليوم فيديو جديد، غادي يكون الفيديو ديال اليوم روتين او لا نقولوا فلوج، يمكن نخرجوا في العشيه. المهم خليكم معايا نكتشفوا كاملين كيفاش غيكون النهار ديال اليوم. اليوم غادي تجي عندنا خالتي حماتي، شحال ما جات واليوم ما جا عندنا ان شاء الله يا ربي. نوض شويه صباح بكري باش نمشي نوجد الغدا، باش ملي تجي نبقى جالسه معاها ما نبقاش في الكوزينه، فهمتوا كيفاش؟ وصافي، دابا غادي نديكم معايا نشوف شنو غادي نوجدوا الغدا، شنو غادي نعدلوا الديسير، وديك الساعه نتلاقاو ملي تجي خالتي. يلا معايا غادي نعدل فلان البنات باش نحليو به. المهم يدي بالوانتيس، كنت كنقشر الخضره ساعه قلت ارين نصبق فلان هو الاولاني باش يلا يبرد. المهم عندي غنعمل يترو ديال الحليب كامل، غادي نعمل اربعه ديال فلانيس، هادو فلان عادي كيتباع في ميركادونا، وغادي نعمل جوج مغارف كبارين ديال كريم باتيسير كتعطي واحد المذاق مزيون في فلان. غادي نحتاج هنايا عندي كراميل، هذا التزيين نعملو في القاع، وغادي نعمل معاه بيسكوي اوريو، هذه كتباع في ميركادونا حتى هي واحد الاوروات باكيه، وغنعمل سكر الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. المهم غادي نعمل واحد اربعه مغارف ديال السكر وجونيت كاين باش ديجا فتحته باش عطيتو وحده غير باش يسكت شويه. كل هذيك اللي في يدك بعدا بنتي. هنايا في هذه الطنجره عملت الحليب، غادي نزيد عليه جوج مغارف كبارين ديال المايزينا، باقي ديال كريم باتيسير سمحوا لي، تقدروا تعوضوها بمايزينا. المهم غادي نخلط في الحليب بارد، باقي ما شعلت شي بوطه. غادي نزيد هاد فلانيس، غنعمل اربعه باش يجيني عاقد مزيان. غادي نخلط. دابا غادي نزيد السكر، غادي نعمل اربعه مغارف السكر، وانتم الحلاوه على حسب الذوق ديالكم. دابا انا شعلت بوطه وغنبقى نحرك، ما كنوقفش التحريك ولا كيهاود ديك كريم باتيسير من القاع وكتلصق دغيا كتحرك، تكون بقاو تحركوا. جبت هنايا هذا المول هذا ديال فلان، غادي نعمل فيه كراميل، غادي نعمل فيه هذا الكراميل هذا وريت لكم قبيلاتي. هاهو فلان ديالنا واجد، شتو تقل الخليط كيف ما كتشوفوا، خصكم تبقاو تحركوا البنات اولا كيلصق. غادي نزيد هنايا، قطعت هاد بيسكوي اوريو هرستو هيدا طريفات صغار وزدتو، غادي نحرك هيدا ساهل مال هذا وعرفتو كيجي لذيذ، تقدروا تعملوا فيه اللي بغيتو. بعد مرات كنعمل انايا كيكس عادي بيسكوي عادي، الا كانت عندي الكيكه كنفد حتى هي ونزيدها فيه وكيجي لذيذ بزاف. كوكو نتوما ما بغيتو، صافي غادي نخويه فوق الكراميل. بسم الله، صافي البنات هو واجد. دابا غنتسنى عليه يدفى غير شويه وندخلو النبيره، حيتاش باقي سخون بزاف طايب كيغلي، غنتسنى عليه يدفى وندخلو النبيره. صافي ونخليه، من الاحسن لو قدرتو تعملوه ليله قبل يبات في النبيره احسن. دابا غادي نعدلو الطاجين ديالنا، قشرت الخضيره. المهم هنايا عندي مطيشه ونخليها بقشور ديالها، جعده، وعندي هاد فلفل احمر ستيتو حيتاش قطعته غير من محبق اللي عندي في ديك البالكون، كانوا عندي واحد ثلاثه فلفلات وجدو قطعتهم هيدا طوالي. وهنايا عندي بصل وبطاطا، غادي نوجد شرميله، كيعجبني نعمل شرميله وشرمل الخضره كامله عاد نعملها في الطاجين باش كامله كيجي فيها المذاق، كيجي فيها مذاق مزيون ديال الكامل. غادي نعمل مغرفه ديال الكيمون، غادي نعمل فلفل احمر، نعملو الابزار، مليحه كاينه بزاف ديال القمح حيت غنشرمل كيف ما قلت لكم الخضره كامله عاد الحوته من فوق. وغادي نعمل مغروفه لقمة ديال الحوت كتبع هيدا عند العطار جبتها من المغرب، زيت الربع، وغادي نزيد شويه ديال الاوريغان. عندي هنايا نص ليمونه معصره، غنزيد زيت الزيتون، غنزيد شويه ديال الماء باش نخلطوا هاد القمه هادي ونشرملوا الخضيره ديالنا. اول حاجه شرملت هنايا بصيله هي اللي غنعملها في القاع.
عملت مطيشه ودابا كنشرمل هنايا الجعده وغادي نعمل صافي زيت فلفل اللي بقى وهادو غادي نخويه هاد القمه اللي بقات غنخويها هنا زيت شويه د الماء على هاد القمه اللي بقات غنخويها صافي الطويجن ديالنا واجد دابا غادي نغطيه وغادي ندخلو الفران يطيب ها هي خالتي جات مسكينه جات فيها كتعدل في الصف فين خالتي سلام على البنات هلا البنات كراكو دايرين لاباس بخير صحيحين كراكو دايرين مع هاد البرد بات حنايا انا هنايا المره البرد مره الشمس مره الشتاء ما عرفناش شنو نلبسو ولا نخفو ولا ما نعرف والله كتعدل شنو كتعدل كتعدل طربوش شوفوا شوفوا بلاتي نوريكم شنو جابتنا مسكينه خالتي كتبقاو كتعطل ما كتجيش عندهم ما كتجي بحال ديك الناس الخارج زعما كتجي كتجيب لنا الريكالوس مسكينه شوفوا شنو عدلت الجنيد الحلاوه شوفوا جابت له هاد الطريبوش هذا وبوفاندا ديالو شوف او زلان كيحمق طربوش وبوفاندا هادو جونيد وعدلت له تقيشرات شوف فني ونين هادو جونيد وهادو ديالي في الموف زاونين شكرا نعطيك الخير وهادو الجنيد عاوتاني نسيتهم هادو بوطات شوف فنيونين سخيخنين فهاد الشتيوة منو في رجلو ربطهم هنايا بقاو هنايا كارت المهم كانوا عندهم ملوين الريكالو صغير حنا فتحناهم مقدرناش نصبرو هادو تأمين نسيتهم هادو ديال ولدي هادو تأمين كل عام كتعدلنا مسكينة هاد القشرات بالصف وهذا ديال جنيد شوفو مسكينة جابتلو بردينا هاد الكرة كتحمق برشلونة العيل بحال بابه طلع حتى هو برسا عرفت شحال فرح بيهم مي شافوه محمقوه وجابت له هادي شوفوا لبسة برشلونة شنو كيجي معاهم تتقشرات ديالهم ياك صافي العيل خصو غير يلعب الكرة كلشي موجود شوفوا على حلاوة نيوني يعطيك الخير خالتي شكرا وجابت لي انا الشليول هذا شوفوا هذا اللون غزال ليموني زين شفتوا فتحوا شبره بيد التليفون كنوريكم بيد شفتوا غزال الله يعطيك الخير وجابت لي مسكينه الشوكولات باكيت الشوكولات شكرا جزيلا وجابت امين وجابتنا لينا كاملين مع بعضنا زعما قالت لي هذه ديالك وهذه امين هذه شاميه حلوه ياك حلوه شاميه حلوه طحينيه ايوا هذه ببيستاج كتحمقني تاع امين كتحمقوا جنيد ملي جات وكيشوف هاد الطاسه خصو يفتح شنو فيها طبعا جابت الطونوبيرات جنيد ما نساوهمش الله يعطيها الخير راه كيلعب بيهم وفيما كتجي مسكينه كتجي بلعت السقاطه جنيد المهم شكرا خالتي الله يعطيك الخير كثر خيرك كطوي في الشال مسكينه بصحتك الله يشافيك مروحه كاملين بينا مروحين كلشي مرض الله يحفظ هذا والله هذا الروح الجو هذا حتى واحد حتى واحد والله هنايا عملت نقل شويه ديال الكامبا متلملح و شويه ديال الاوريغانو صحتر وشويه ديال الربيع شويه ديال التومه يابسه كنحركها حتى تقلى ها انتما البنات ها هو الغداء ديالنا كما العاده انا كنعلين الطاجين يمشي كنعلين تحرق مي جا محمر مجمر المهم ما تحرقش
صافي هنايا قريت شويه ديال الكامبا وهنايا خبيزه ودابا بسم الله غادي نتغداو. يلا ها انتما البنات، ها هو فلان كيف خرج، قلبتوه هنايا في الطبسيل، شوفوا معايا دابا نقطع طريف ونوريه لكم. ها انتما قطعت لكم داخل كيفاش كيجي، ديك اوريو كيجي تما من داخل كيشيخ، ها انتما كيجي بزاف. انا مزيونات جبرتونا دابا ماشيين، غادي نوصلوا خالتي للروضه الدار، ودات معها جنيد، غادي دات معها جنيد، حنا ماشي معها غيبقى معها جنيد زعما، غيبات معها هاد الليله حيت غدا حنا نمشيو لواحد الموطع، غادي شحال وحنايا خصنا نمشيو ليلو، وما كان عندنا فين نخليو جنيد حيت خالتي ساكنه شويه بعيده، انا جينا تنهنا في الصباح ونزلناها عاد نمشيو ونصلي مع الدين، خصنا نكونوا غدا في 9 الصباح تما. المهم غادي تعرفوا هاد البلاصه ملي غنمشيو لها حيت غنصوركم فلوق ان شاء الله غدا ملي نمشيو، وصافي هادشي اللي كاين، نبغى نوصلوهم يبقى معاها باتي بوحدتي اللي هو جنيد مع خالتي. أبقى بوحديتي هنا هي تتموت تبع جولات. المهم باش نمشيو غدا لديك الموضع فين كتوقعو فين ماشيين، نمشيو لواحد البلاصة لي شحال وأنا كنحلم نمشي ليها، وخصنا نكونو أنا وجولات، منقدروش نديو غير أنا وأمين، منقدروش نديو معانا جولات ميصلحشي، وصافي باش نبقى مع خالتي. عرفتو كوزنا فواحد الضبابة، نسيت مصورتلكم شي الضبابة، كاينة صورت ستوريات بابا بن معقول، كنا في وسط صحابة. صافي وصلناهم، خلينا جنيد بقى الكريسي ديالو راه فاينه دي مسكين خاوي، قبو حديتي في الدار هنا مسكينه. تقول لك ما عرفتش شحال غنخلي، انا غدا غنمشي مورا، غدا كي نغدا غنمشي واحد الموطع دار طق، امين مشى مره اخرى بلا بيا، شوف قدامك، ودابا غنمشيو انا وياه، فين كتوقعوا ماشي. المهم غتشوفوا في الفلوق ان شاء الله اللي مورا هذا اللي ماجي، غدا نمشيو نشوفو كيفاش غيكوز النهار. نمشي دابا خصني نخوي جو برو ديالي وخوي كاميرا تنشارجي وكذا باش غدا نصوركم ان شاء الله مزيان. يلا جبروا الطريق دابا، الله يوصلنا على خير. منزوره منك مضروب قلبي مجروح، يا ناداتي الموجه تاتني. المهم انايا كنت كنعبر كنقول نسيت شني قلت، ولكن كنت كنقول لكم بارد بزاف والريح منظر مزيون، ولكن الريح والسمد برد ما قادرينش نوقفو كثر والمنظر واعر. شوفوا على المنظر اللي غنهودوه غندخلوا في وسط منه ما بقاو نشوفوا والو، شوفوا الشمس عرفتوا عليها برد برا. تصمكنا في دار قبيلات، انا دخلت السحابه، حنايا ندخلوا في السحابه دابا، نقص السرعه من حيت ما كيبقى يبان والو الداخل. شوف 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 قد دخلنا، شوف حدو كيبان الطريق اللي ما كيبان والو، داك ماشي الجهه ديالي ولا فين كنت ماشي في الطريق ديالو، تنا شبا اليمين ديالك مزيان اقصى اليمين بقى ماشي، شوف فيلم ديال الرعب، نقص السرعه طريق في السحاب ما كيبان والو، 100 متر كتبان شي كموله صراحه تتعلق يا حبيبي 100 متر.